السلام عليكم. إن شاء الله راح نبلش بآخر موضوع واللي هو البي باك أناليسيس. البيك باي أناليسيس هي طريقة ثانية حتى برضو أوجد اللي هي البريك إيفن، أو بما معناه أوجد عدد السنوات لحتى أرجع رأس مالي، عدد السنوات لحتى أرجع رأس مالي. اللي هي فأنا شو بحسب بالعادة بي باك بيريود، واللي هي اسمها إن بي. فان بي شو بحكي لي؟ بقول لي بكل بساطه، انت كل اللي بدك تسويه انك تسوي البريزنت وورث اللي عند الصفر بساوي صفر. ليش؟ شو معناه؟ انا رجعت راس مالي، لا انا دافع ولا انا خسران. فشو بده يساوي؟ بده يساوي الكاش فلو عندي، بساوي الكاش فلو. فشو المجهول عندي بيكون؟ ان بس. هي كل الفكره. يعني حتى هون الفلسفه بيقول لي والله اذا انا ما عندي اي، يعني الاي بتساوي صفر، فبتكون عندي البريزنت مثلا او الصفر بتساوي سالب البريزنت زائد الانيوال في ان مثلا، فالان بتطلع. بس بنركز على شغله، احنا لما نحكي انه الان صفر الاي صفر، شو معنى هالحكي؟ انا في عندي عده فاكتور بتاثروا عندي. اول فاكتور مثلا بي جيفن اف، بي جيفن اف شو هو قانونه؟ واحد على واحد زائد اي قوه ان. فبالتالي لو الاي صفر فبصير عندي البي جيفن اف هو واحد على واحد قوة ان، واللي هو واحد. والاف جيفن بي بنفس الطريقة راح يطلع معي واحد، هاي في حالة اي بتساوي صفر. فركز على هاي الفاكتور. طيب بخصوص اي جيفن بي او بي جيفن اي مثلا، نكتب قانونه، ناسي قانونه والله. فالمهم بتطلع انه الفاكتور بيطلع معي قديش؟ ان، او واحد على ان حسب شو الفاكتور، ناسي شو هو. فبالتالي اتوقع بي جيفن اي، البي جيفن اي بيطلع عندي ايش؟ ان، بيطلع عندي ان. ليش؟ رياضيات، جرب على الي حاسب، جرب كذا بيطلع معك الان، يعني بيطلع معي الفاكتور كامل هو ان، عشان يكون ما بتلاقي موجود. اما هون اذا اكبر من صفر قال لي لا والله بتستعمل الفاكتور. طيب سهل جدا، خلينا نيجي لهي المسألة. بحكي لي two equivalent prices of equality intersection كذا 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 كذا. بقول لي ماشين 1 first cost هالقدي، انا اول cost هالقدي، life هالقدي، ماشين 2 8000 1000 3000. بقول لي اذا الريت اوف ريتيرن 15%، بقول لي اوجد البي باك بيريود. بدنا نحسب مرتين، مرة اذا الاي صفر ولا لا، مرة اذا الاي صفر، لا كله اذا الاي 15%، اذا الاي 15%. طيب بنركز على المعطيات، نيجي للمشين الاول. المشين الاول لا اقول لكم دقيقه بتذكر السؤال، بعرف شو موجود بصفر، بدي اشوف السلايدات ثواني بس. اوكي هيو موجود عندي اكثر من فرع. تقول الفرع الاول اوجد اذا ما عندي نو ريتيرن باي باك، والثاني اذا في عندي فائده 15%، والثالث اذا عندي بريزنت وورث اناليسيس. ما بدي بريزنت وورث اناليسيس. طيب نيجي للمطلوب الاول، بحكي لي اوجد البي باك بيريود. نيجي للسيستم الاول، السيستم الاول خلص نرجع للكتاب هون. السيستم الاول شو بحكي لي؟ بقول لي الفيرست كوست 12000، نهايه 12000، عندي الانوال كاش فلو من واحد طبعا مش من يعني 3000. تمام طبعا هو لفوق، بس بحب اقول لكم ليش؟ لانه هو اعطاني نت كاش فلو واعطاني اياه موجه. هسه عدد السنوات ما بعتبره سبعه، دير بالك غلط. انا بدي اوجد الان بريك بيريود، انا بدي اوجد الان، انا ما بعرف كم الان. هسه انا عندي الاي بتساوي صفر، شو بسوي؟ بحسب البريزنت وورث. صفر بتساوي البريزنت وورث عند الصفر سالب 12000 زائد 3000 في ان بيريود. ليش ان؟ لانه الفاكتور اي جيفن بي، الفاكتور البي جيفن اي هو ايش؟ هو ان. تطلع معي الان بي 12000 على 3 واللي هي 4 سنوات. فانا فعليا عشان اربح 4 سنوات. طيب انا قديش بكسب؟ انا قديش مشروعي؟ 7 سنين. فالان اعلى من الان بيريود، فبالتالي انا ربحان. طيب في طريقة ثانية لنوجد الان بيريود، بقول لك اه بس انا ما بحبها، واللي هي بفرض
انه بعمل ترايل اند ايرور. بفرض انه الان بيريود مثلا 5 وبفرض الان بيريود 10 وبحسب بريزنت وورث. اذا عندي بريزنت وورث سالب طلع وبريزنت وورث موجب، فبالتالي الان بيريود هي بينهم بين الزمن هاف والزمن هاف، فصار اعمل انتربوليشن وغيره عشان احل. اما انا لا، بحب احل على انه الان صفر، على انه البريزنت وورث صفر، واطلع الان دائما. طيب هذا بخصوص المشروع الاول. المشروع الاول عشان يربح بده 4 سنين او اكثر. نيجي للمشروع الثاني، هون في تريك فعليا اذا حلينا هاي المساله هو كافي وزياده. بحكي لي فيرست كوست له 8000، انوال كاش فلو من 1 إلى 5 عندي قديش؟ 1000. وعندي التكملة 6 × 14 عندي 3000. هذا هيك المشروع كامل، هذا هيك المشروع كامل. بس شو اللي بصير عندي؟ شو اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي انه احنا نحسب الان بيرلود. اوكي هسه هون انت السؤال مبهم، الطريقة مبهمة. كيف يعني مبهم؟ يعني احنا الان بيريود هل هي موجودة في الكاش فلو الاول من هون، ولا موجودة في الكاش فلو الاول ولا من هون؟ طيب فبالتالي هون بدنا نفرض فرضية، بدنا نفرض فرضية. بنحكي صفر بتساوي 8000. هسه شو بعمل؟ هسه احنا قلنا هاي بفرض انه الان بيريود مثلا هون، بفرض الان بيريود هون بالكاش فلو الاول، فشو بصير عندي؟ ناقص 1000 في ان، تمام؟ فبتطلع مع الان بيريود 8. طب هل هذا حكي منطقي؟ بقول لك لا. بتقول لي ليش؟ لانه انا لو الان بيريود 8 انا دخلت بالكاش فلو الثاني، دخلت بالكاش فلو الثاني، انا دخلت بال 3000، معناته انا هذا الحكي اقل اكبر من 5، انه هي فعليا اكبر من 5، هذا حكي مرفوض. فبالتالي انا لا، الان بيريود راح تكون عندي قديش؟ الان ناقص 1000. هسه معناها الكاش فلو تبعي وين صار؟ هون مثلا لهون، هاي الان بيريود بعد الخمسه. فبالتالي الكاش فلو الاول جاهز قديش؟ جاهز موجود في 5 ناقص، طبعا هي زائد يعني هاي السالب وهاي الزوائد. الكاش فلو الثاني 3000، ولكن بده يظل المتبقي منهم واللي هي ان بي ناقص 5. ليش ان بي ناقص 5؟ لهون هون انا الان بيريود هاي كامله، ولكن احنا هون بدنا نشوف الكاش فلو تبعي قديش ضل من هاي، يعني هاي كامله 5، انسى انها 6، هي 5 فعليا. شو بنعمل؟ ان بي ناقص 5، بس بطلع قيمه ان بي. ما هي هي كل بس بتعمل زي هيك غلط. اسف لا هي صح، هي صح صح صدفه. ليش؟ يلا خلينا نحل الفرع الثاني على فرض انه عندي فائده 15%. بنقول صفر بتساوي سالب 12000 زائد النت كاش فلو في بي جيفن اي اي 15% وان، عندي المجهول ان بستعمل القانون وبطلعه. يعطيك العافيه. تيجي للثاني، الثاني راح تقول صفر بيساوي سالب 8000. هسه خلص احنا قلنا هي اكثر من 1000، زائد 1000 في ايش؟ في بي جيفن اي 15% وان اللي هي المجهوله اللي هي 5، قصدي اسف احنا فرضينها اكبر من 5، هسه يوم فوق ال 5، زائد 3000 في بي جيفن اي 15% في ان ناقص بي، ان ناقص 5. اها انا هون نقلتهم عند الخمسه، لا تنساش شابتر 3 بدك تنقل للصفر، فبدك تضربه في فاكتور بي جيفن اف اي 15% والسنوات 5، لا تنسى الفاكتور هذا. هيك بطلع قيمة الـ N بي. هيو لا تنسى، هيو ما تنساش الـ ناقص 5. بس هسا كل الأشياء الثانية صراحة يعني بالشابتر هي نفس الأشياء على الأغلب، يعني أنا ما شيكتش كثير عليهم، بس صراحة أنا حليت يعني وكان نفس الأشياء. يعني هون مثلا How long you have to maintain a business with income 5000 per year and expensive 1000 per year if the initial investment was 28000 والام ام ار 10%. بيقول لي قديش الزمن يعني
حتى يكون عندك 5000 برير انكم واكسبنسز 1500، فالنت كاش فلو شو بساوي؟ 3500 موجب. شو بساوي هسه؟ عندي الفائدة 10%، طب اوكي صفر بتساوي السعر ب 28000 زائد 3500 في ايش؟ في ان في بي جيفن اي 10%، والان مجهول بطلع ان. طبعا زي ما قلت لكم بتستعملوا القانون مش التداول وبس. بس ركز انه الافكار انه يعني في كثير اسئله هون بس يعني سلافي يعني مشان نكون واضحين مع بعض، انه زي هيك مثلا زي هذا البروبلم بروح بفرض ان بتساوي 6 ان بتساوي 7، فبقول لك البريزنت وورث تبعها سالب 5000 البريزنت وورث تبعها 1000، معناته البي باك بيريود راح تكون بين 6 وال 7 مثلا. فانا ما بحب زي هيك، يعني هون مثلا بين 7 وال 8 طلع معاه سالب موجب، معناته البريك بيريود بينهم انتربوليشن. انا لا بحب اساوي بالصفر واطلع الان، هيك اسهل لي. ليش؟ بس هون بيعمل انتربوليشن لانه الكتاب معمول لما ما كان في الات حاسبه، لما ما كان في الات حاسبه. لكن ان شاء الله يكون الشابتر انتهى، وان شاء الله يكون ما قصرنا بالماده، ويعطيكم الف عافيه.